بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. امتحان الوحدة الأولى من كتاب جم الصف الثاني الإعدادي. طبعا بيقول لي هاي أمل، ازيك يا أمل؟ هنسيب السؤال الأول عشان ده استماع، يعني على حسب ما بسمع المحادثة. نوال وأمل، فنوال بتقول لها ازيك يا أمل؟ Did you have the English lesson yesterday؟ هل أخذت درس الإنجليزي أمس؟ هل أخذت درس الإنجليش أمس؟ ردت وقالت إيه؟ وقالت نقط because I was ill. قالت لأني كنت مريضة. يبقى حضرت ولا ما حضرتش؟ تمام؟ فطبعا طالما did you فهتقول no I didn't، هتقول no مثلا، ممكن no بس وممكن no I didn't، يعني ممكن اقول no وممكن اقول no I ايه no I didn't، يعني لا ما حضرتش الامتحان الحصة الانجليزي. والافضل ان انا يعني اقول كلمة واحدة يعني علشان ما تقلش الموضوع على نفسي no. قالت لها oh not you see a doctor؟ قالت لها yes of course. طبيعي انها تسألها بايه بقى؟ بهل. هل زرتي دكتور؟ طب ليه استخدمت ديت بقى؟ علشان هو هنا سائل بديت فوق اهو، تمام؟ فطالما سائل بديت يبقى لازم السؤال التاني برضو يكون بايه؟ بديت. هل روحتي للطبيب؟ قالت لها yes of course، نعم بالطبع. قالت لها نقط did he tell you؟ طب قالك ايه بقى؟ يبقى what، ماذا؟ ماذا قال لك؟ قال لك ايه الدكتور؟ قالت لها he told me that I should have enough sleep، لازم انام كويس. سألتها سؤال hours of sleep، يعني ساعات النوم اللي لازم تناميها. قالت لها 8 ساعات. طبعا طالما انت عندك تحت عدد يبقى لازم تسأل بالأداة الخاصة بالعدد اللي هي مين؟ how many، كم العدد؟ قالت حوالي 8 ساعات في اليوم. قالت لها I not sleep for 8 hours. قالت لها that is. زميلتها التانية بقى هتقول لها I ايه؟ I always، دايما، انا دايما بنام 8 ساعات، يعني ممكن ناخد always او اي ايه ظرف تكرار. بعدين القطعة اللي هنقرأ الاسئلة الاول علشان نعرف نجاوبها. اول سؤال بيقول لي what time does Sammy start school، يعني متى، هنكتب عربي، متى يبدأ سامي المدرسة؟ سامي بيبدأ المدرسة امتى؟ هنشوف بيبدأ كام. how does، هنا السؤال بقى كيف، ازاي، كيف سامي يذهب الى المدرسة؟ بيروح المدرسة ازاي؟ عايزين نشوف هو بيروح ازاي. تمام. السؤال الثالث بقى when does he arrive home، متى يصل للمنزل، امتى بيرجع البيت؟ هنشوف الثلاث اسئلة دول ونجاوبهم. تمام. هنا بقى بيقول الاختيارات دي خليها، طب لما نرجع للقطع تاني، اول حاجة عايزين نقول متى يبدأ المدرسة، وبعدين ازاي بيروح، ومتى يصل المنزل. لو رجعنا للقطعة هنلاقي بيقول لي الواد اسمه سامي، عنده 13 سنة، بيعيش في الاسكندرية، في مصر، دايما بيستيقظ الساعة 6، اول حاجة بيغسل وشه، بعدين ينظف اسنانه، بعد كده بيلبس، بعدين بياكل جبنة، خلي بالكم من الحاجات دي، بياكل سندوتش جبنة ولبن، علشان في سؤال عن الاكل هناك. تمام. يبقى سندوتش جبنه وايه ولبن. بعدين بيقول اي كاري ماي باج، بشيل الشنطه بتاعتي واروح المدرسه. اي ستارت ات 8 ان ذا مورنينج، يبقى هي دي الاجابه، بيبدا المدرسه الساعه 8 ان ذا مورنينج، هي دي اللي هو بيبدا بيها الايه المدرسه. فانا هروح هناك كده واشوف السؤال الاول واروح ايه اجاوبه بالطريقه دي، ان الراجل بيقول I always start school at 8 in the morning، دايما ببدا المدرسه الساعه 8 الصبح. هنشوف بقى ايه بعدين امتى بيروح ازاي. فبيقول زين باخد الغدا واتكلم مع اصحابي، بعدين بخلص المدرسه الساعه 3 ان افترنون، زين اي ويت فور ذا باص، بستنى الباص. يبقى بيروح ازاي؟ طالما بيستنى الباص يبقى طبيعي ان بياخد الباص وهو رايح وهو جاي. تمام. ففي الحاله دي هنقول ايه بيروح ازاي بقى؟ باي باص، لما هو بيسالني ازاي بيروح المدرسه. تمام. فهنقول لهم
باي باص، يبقى سامي بيروح بالايه؟ بالباص. ازاي يا سامي بيروح المدرسة؟ هنجاوب نحط باي قبلها اللي هي ايه؟ هكتبها انا بالمرة اهو، باي باص بالشكل ده، بيروح بالاتوبيس. تمام. طيب السؤال بقى، امتى بيرجع المنزل؟ تعالوا نشوف سامي بيرجع المنزل امتى. بيقول بقى انا بخلص مدرسة الساعة 3. I arrive home، بصل المنزل at 3:30، يعني الساعة 3:30، 33 دقيقة اهو. هي دي اجابة ايه؟ اجابة السؤال الاخير. كل حاجة انت بتجيبها من القطعة. تمام. تعال نشوف كده اهو، ونروح كاتبينها له هنا at 3:30، يعني الساعة 3:30. تمام. طيب اسئلة الاختيارات بقى، سامي بياكل ايه في البريكفاست؟ حطيت لكم تحتها خط هناك، وقلت لكم ان هو بياكل ايه؟ تشيز، جبنه ولبن، ولا جبنه وشاي، ولا جبنه بس، ولا لبن بس؟ طبعا جبنه وايه؟ جبنه ولبن. السؤال الثاني، سامي از ان كذا سكول، في مدرسه ايه؟ عنده 13 سنه، يبقى ابتدائي ولا ثانوي؟ طبعا لا ده ولا ده، اعدادي، بريباراتوري. تمام. طيب بعدين بيقول لي سامي's هاوس، البيت قريب من المدرسه ولا بعيد من المدرسه، ولا بعيد عنها، ولا اوبوزيت، ولا ان فرونت اوف؟ طبعا محتاجين نرجع للقطعه عشان نتاكد بيت سامي فين من المدرسه. بيقول بستنى اتوبيس المدرسه وبصل البيت. في النهايه اي يوجوالي دو ماي هوم ورك، بعمل واجب، هاف ماي ميلك، اخد اللبن، اي جو تو بيت. طيب هنجيب من الاول تاني، بيصحى 6 وبيغسل وشه ومش عارف اسنانه وبيفطر، وكاري ماي باج، بعدين بروح المدرسه، ببدا 8 في الصبح، اخد اللانش بريك فاست الفطار، اتكلم مع اصحابي، اول حاجه بخلص المدرسه الساعه 3 ان ذا افتر نون، بستنى الاتوبيس وبوصل البيت 3:30. طيب يبقى قريب من المدرسه بقى حتى لو كان بيركب باص. ليه؟ لان هو بيخلص المدرسه الساعه 3، بيستنى الاتوبيس شويه ويركب الاتوبيس يوصل البيت، كل ده في نص ساعه، يبقى اذا هناخد نير اللي هي قريب من المدرسه. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي اكذا از ا بيج كابورد، دولاب كبير. الدولاب الكبير ده وير يو كان بوت يور كلوز، بتحط الملابس بتاعتك. طبعا اللي هو الايه؟ اللي هو كلمه دولاب اللي اخدناها في الوحدة الأولى. My mother not here close in a big، أو هي نفس الكلمة أهو. تمام. يبقى ماما بتعمل إيه بقى؟ بتحفظ، ولا بتمكس، ولا تجلس، ولا تفقد؟ أكيد بتحفظ الإيه؟ الملابس بتاعتها. Not gives us light، مين اللي بيدينا الضوء؟ اللي بيدينا الضوء اللمبة طبعا. طيب في بلبل خفيفة وفي بلبل تقيلة، طبعا أنا عايز لمب بلبل تقيلة عشان دي معناها الحمل أو الجدي الصغير. You can see yourself in the، تشوف نفسك فين؟ طبعا في الميرور، في المرآة. On a كذا day، في اليوم اللي هو يوم كذا. ريم gets up، بتستيقظ وبتروح المدرسة. يبقى typical، في اليوم التيبيكال، اليوم النموذجي اللي هي بتعمل فيه الحاجات ايه؟ تباعا، كل مرة بتعملها. روبرتاس فاميلي، الأسرة بتاعت البنت بتاعت القصة بتاعتنا. البيت بتاعهم اللي كان في المدينة كان كبير وكذا. It's really nice، وجميل، كان كبير وإيه؟ وأتراكتيف، يعني جذاب. رقم 7، in Germany، في ألمانيا، there is breakfast، breakfast إفطار، after the first lesson. بريك بقى اللي هي إيه؟ اللي هي راحة بنفطر فيها. All the children، كل الأطفال، نقط فوتبول on holidays. طبعا الاطفال، يبقى هاخد الفعل في المصدر عشان هما جمع، ويوجوال بتيجي قبل الفعل، فعشان كده هاخد بيه. نقط مي لايك فيلينج تشيكنز، هل مي بتحب مي مفرد؟ يبقى داز. تمام. 10 بقى بيقول لي نقط، دو يو ووك تو سكول؟ قال له بيكوز. بيكوز دي لان، طالما لان يبقى لازم السؤال يكون بواي اللي هي لماذا. هنا طبعا جايب الاسئله، بيقول لي هي ريدز اوفن، لا هنعكسهم، اوفن بتيجي الاول، يبقى هنقول له هي اوفن ريدز، دايما ايه؟ بيقرا. واي دو يو؟ قال له باي باص. السؤال باي ده لازم يكون بهاو اللي هي كيف تذهب، قال له بالباص. براذر مفرد، يبقى مش هياخد دونت، هياخد مين؟ هياخد داز نوت، دازنت. هنا بقى زي don't always play، بس هناخد المصدر علشان ايه؟ علشان don't. تمام.
طيب اللي عايز الباراجراف يقول لي وانا اديله الباراجراف في التعليقات. تمام، توفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.